السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح المثال رقم 3 في الواجب. هو طالب مننا، هو مثال لذيذ جدا وبسيط. كنا طالب مننا احنا نرسم الايزومتريك. فالاول احنا هنفهم الايزومتريك كويس على البرنامج دلوقتي، وهنحاول ان احنا ندرك الايزومتريك كويس ونفهم كل تفصيله فيه اكنه شايفينه قدامنا. وبعد كده هنبدا ورق اكن الايزومتريك معانا، ونبدا ان احنا واحده واحده ايه نرسمه بطريقه مميزه من غير ما تشوف الايزومتريك. الأول كده ورا معاه صورة الفتحة والمقاسين كده، ما تعديهاش وما تطنشهاش، واهدى كده. تمام، هنبتدي بقى إن شاء الله دلوقتي. الأول إحنا عندنا الإيزومتريك بتاعنا زي ما أنت فاهم، هو عبارة عن إيه؟ زي ما أنت شايف كان حتة مربع من فوق ونحات كده، نص أسطوانة كده أو نص دايرة تحت أهوت بالشكل ده كده، تمام. وبعد كده دي كانت كاملة مربع كده، قام جاي ناحية كون المنطقة ديت، وبعد كده عامل لك ويب عصب في النص كده يمسك الجزء ده بالجزء ده، حس ان هما يبقوا الاتنين امتن. بحس ان شفت لو انا ايدي، لو انا ايدي موجودة في المكان ده وايد موجودة بتضغط هنا، يبقى المنطقة دي قوية ما تتناش او ما يتكسرش. يعني الويب ده احنا بنستخدمه قطع قوية، تمام. طيب وشفت هو انا حتجك من تحت كده بزاوية كده 45 او ايا كان الزاوية، ناحيه ودخل جوه، يعني زي مجرى كده. المجرى ده بنسموه مجرى انفيري، هتاخده في ماده انتاج وهتفهمه كويس، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. كل حاجه انت بتدرس بتبقى معنى بس هتعرفها بعدين، تمام. احنا دلوقتي بنتعلم رسم على ايزومتركات، بحط لك فيها بعض الاجزاء المهمه زي الويب، ده جزء مهم هتحتاجه بعد كده وانت بتصنع اجزاء ميكانيكيه. زي المجرى ده انت بتبدا ترسمه، تتعلم ازاي ترسمه، هتاخده ان شاء الله في انتاج وفي ميكانيكا، وهتفهم ده بيتعمل ليه في المكن. كل حاجات هتستفاد بيها، فحب المادة وحاول تعرف انت ليه بترسم. طيب جميل جدا. لو انت لاحظت زي ما انت شايف، هو جاي بيقول لك ماسكة الديفيجن هنا اهوت، الحتة دي عاملة بزاوية 45 اهي، اللي هي ماسكة الديفيجن في المنطقة دي كده، الحتة دي ب 45 اهي. ومن هنا زي ما انت شايف عامل لك الحتة دي اللي هي فيها خط داش. سيبك من خط الداش، هتبقى خط الداش مش موجود، هي فعلا هي الصورة دي. لكن لو انا قمت للبرنامج الجمهور ابيض واسود على ورقة، هيعمل لك هنا خط داش. طب خط داش بتاع ايه؟ نهايه الدايره. ما انت عندك اخر نقطه في الدايره نازله بخط بتبان بالنسبه للديفيجن ايه؟ خط كده. طيب جميل. اما بالنسبه للويب فهو صريح وواضح، ما فيهوش تفاصيل. هو الويب اهو نازل زي مثلث قائم اهو في النص اهو، تمام. وانا اعرفك يا باشمهندس احمد ان ده ويب. لما جيت بصيت في البلان تحت هنا اهو، لقيت السكنس بتاعه 10، ولما خدت سكوت في بدايه الويب بتاعي المثلث في الديفيجن، لو خدت سكوت تحت وخدت سكوت عند نهايه اخر حته في المثلث، هبص الاقيه في النص والسمك بتاعه 10، فعرفت ان هو ويب في نص الجسم. ويب اهو، ويب في نص الجسم، تمام. ما هو الفيجن ده وانت بص الايزومتريك من فوق، تمام. فانت بتتخيل بقى كانك بتقلب الايزومتريك في دماغك كده. طيب جميل كده، ما فيش اي تفاصيل تانية. حتى وانت باصص بقى من فوق بقى من الفيجن اهو، هتبص تلاقي عندك خطين داش. شفت خطوط الداش ديت؟ طب الاربع خطوط الداش دول بتوع المجرى الانفيري. لو انت لاحظت كده، بص زاويه المجرى، عندك نقطة هنا اهي زاوية ونقطة فوق زاوية اهي. لو جيت مددتهم، تعالى نجيب الصورة اهو، لو جيت مددتهم اهو، انت عندك ادي خط اهوت، وعندك خط تاني جوه اهو، بص اهو جوه اهو اهو، تمام. فهم الخطين دوت مش على نفس المستوى، ده واحد تحت اهوت وواحد فوق شوية اهو، تمام، مش على نفس النقطة. فلما اجي ابص من فوق انا مش شايفهم، عشان هم تحت الاتنين متداريين، تمام. والجسم بتاعه صورة مادة ماتيريال صورة، مش شايف اللي تحت. لكن أول ما أجي أبص أبيض وأسود، هبص ألاقي الأربع خطوط اهو بتوع ايه؟ بتوع المجرى اللي تحت، يعني انا هاجب هشوفهم دلوقتي. حتى لما اجي ابص من تحت مش هشوف المجرى دي، هشوف واحده اهي والتانيه محشوره جوه داخله جوه اهي، هو الخط اللي جوه ده اهو، بص اهو، تمام. فاحنا دلوقتي بنبدا نبان عنا، تمام. حتى لو جينا بصينا للسايد فيو، هتلاقي السايد فيو عندك عباره عن ايه؟ مستطيل، تمام، مستطيل اهوت وادي عندك، ده كان مستطيل بس الويب مغطي عليه في النص. وهتلاقي عندك الدايره بره هناك في الاخر هنا، فهترسم الدايره دي وانت بترسم من هنا كده، فهترسم الدايره دي داش. لكن لو انا برسم السايد فيو وانا انظر من هنا، فالدايره بتاعتها تبقى صورة، والجويب هو اللي هيبقى داش، والمستطيل ده هو اللي هيبقى داش، تمام. هيبقى ناقصك بس الحته الخنفرة اللي تحت دي، برضه هترسم داش في المنطقه دي هنا كده، داش هنا كده. بص بص اللي هو الخط ده، الزاويه اللي مرفوعه فوق ارتفاع 10 دي، النقطه دي كده ترسم هنا داش كده. نبدا نطبق الكلام ده دلوقتي مع بعض واحده واحده بالتفصيل عن الرسم. يلا بينا. طيب احنا هنجيب الكتاب بتاعنا اهوت، تمام. ده الكتاب اهوت، هتلاقيني سايبهولك تحت ان شاء الله في اللينك. الكتاب مهم جدا زي ما انت شايف، الايزومتريك بتاعنا اهو، ده المثال، تمام.
هو هنا بيقول لك التمرين في الكتاب استنتج المنظور واستنتج الماسك بتاعتك. احنا هنقسم المنظور بس لان ده الواجب بتاعنا. زي ما انت شايف السايد فيو بتاعك اهوت هيبقى عباره عن ايه؟ المستطيل ده والدائره اللي في النص والمستطيل ده وحته جايه غنفرنا وتاك فوق دي ازاي تطلع منها بخط ده الشنك في المنطقه دي. وعندك الويب بتاعك هيترسم ايه؟ كمستطيل كده في الحته دي. شفت المنج ده؟ هيبقى معاك في السايد فيو بس هترسمه مستطيل من هنا. تيجي تبص على الريفيجن بتاعك هيبقى عباره عن الجزئيه دي كده تمام؟ جاي الجزئيه ايه؟ ان انا هتكلم جوانب باللبن دي. وبعد كده انت شفت الدايره بتاعتك، ما هي بالنسبه للريفيجن انا بص من هنا الدايره دي معايا اهي، سطح معايا اهو، هشوف اخر نقطه فيها وهنزل بيها داش اللي هي النقطه دي كده تمام. وعرفت منين هي دايره؟ لما جيت بصيت في البناء تحت لقيت دايره اهي كيرفا تمام، فعرفت ان هي دايره. حتى ابص على الاسقاط خلاص عرفت ان دي دايره تمام. وموقعها فين بالظبط؟ في نص الجسم. طيب نفس الكلام الويب المثلث اهو، الويب مثلث اهو، مسكت اول نقطه فيه واخر نقطه فيه، فبنزل بهم تحت كده لقيتهم عباره عن ايه؟ المستطيل ده كده. فعرفت ان الويب ده في نص الجسم، الويب العصب في نص الايه؟ الجسم تمام. تيجي تبص على المجرى اللي تحت ده، وانا بص من الفيجن في مجرى هنا اهو، شكل المجرى موجود هنا اهو تمام. عايز بقى اشوف المجرى ده ماسك من اول الجسم لاخر الجسم ولا من اول الجسم لحد نص الجسم مثلا. فابدا اشوف اسقاطه تحت في الفيجن اهو، هبص الاقي ان المجرى ماسك من اول الجسم لاخر الجسم، من اول الجسم لاخر الجسم، من اول الجسم لاخر. يبقى انا عرفت ان المجرى ده داخل جوه لحد اخر الجسم. اجي ابص على البنان هتلاقيني عامل لك البنان بالاحمر اهوت، الجويب اهوت. بعد كده هتبص على الحته ديت اهي احمر اهي، هتبص تلاقي في النص ايه الحته المستطيل ده والمستطيل ده احمر احمر، وهتلاقي الحته اللي هي مميله دي المميله ديت اللي داخله جوه شويه معاك برضه في البنان اللي هم خطين الداش دول تمام. تعالى بقى نبدا نرسم ايه؟ المنظور بتاعنا. انا قلت لك يا احمد اول ما تيجي ترسم المنظور ببص على المسقطين بتوعي، بشوف مسقط مناسب ليا وامده بزاويه 30. ازاي؟ مش احنا اتفقنا ان اي منظور في الدنيا، اي منظور في الدنيا ببدا بخط كده وبطلع بنقطه بزاويه 30 هنا كده الريفيجن، وبزاويه 30 هنا السايد فيو، وخط قائم كده. اي منظور بيبتدي كده بتبتدي ترسمه بالشكل ده. فاحنا عارفين ان الريفيجن هو اللي بيبقى فين؟ بيبقى في المنطقه دي كده خلاص، عارفين ان الريفيجن هو اللي بيبقى في المنطقه دي. فانا شايف ان انسب مسقط ابدا ارسمه وامد منه هو ايه؟ الريفيجن. شايفه بسيط كده تمام. طب اجي اقسم الريفيجن بتاعي اجزاء. اول حاجه قلت لك اول ما تيجي تبدا ترسم اي منظور سيبك من الدشات، الغي الدشات ده كانها مش موجوده خلاص. فهنبتدي دلوقتي هنعتبر ان احنا هنعتمد ان احنا معانا ايه؟ جزئين. الجزء اللي انا بظنه دلوقتي الرصاصي ده، ادي الجزء اللي هو حرف الان ده بالمجرى، وعندك جزئيه ثانيه هي بالشكل ده كده، هي جزئيه ثانيه هي اللي هو الويب. فده معناه ان في جزئيه، هما الجزئين هما دلوقتي، ده معناه ان في جزئيه قدام كده وجزئيه فوق. يعني معنى كده ان الويب ده اللي هبتدي بيه هيبقى على الطرف هنا تمام، او حرف الان ده هو اللي هيبقى على الطرف او جوه. فانا عايز اعرف اهنه فيهم اللي على الطرف هنا كده، اهنه فيهم اللي على الطرف يمتي جوه هنا، اقصد ايه؟ يعني هل الجزئيه ديت هي اللي على الطرف جوه يعني ايه بره هنا كده، ولا الويب هو اللي على الطرف هنا؟ فابدا اعرف اماكنهم منين؟ من البلان. حاجه ابص على البلان كده هلاقي ان الويب بتاعي المنطقه بتاعته فين؟ في النص هنا كده خلاص. يبقى انا عرفت ان الويب هيبقى فين؟ في النص. يبقى الحته اللي بدأ على الطرف هي الحته دي كده خلاص. يبقى انا هبتدي بالحته دي ارسمها، وبعد كده اسيب الويب ايه؟ هرسمه الجزء الثاني خلاص. يبقى انا امسك الحته اللي مثلا على الرصاص دي ارسمها. هاجي هنا بكل بساطه امسك المثلث بتاعي، هعمل خط نقطه معينه بوي انت هبدا اطلع منها الريفيجن. الريفيجن اول حاجه عمودي عندك 50 اهي، خط قائم عمودي 50، اتنين تلاتة أربعة خمسة تمام. وبعد كده بزاوية 30 هروح جاي طالع ايه ماشي الشوية دوت. الشوية دوت قد ايه؟ من أو قال لك من أول هنا 20 بعد كده 30، يبقى من أول هنا لحد هنا كام؟ 30. 30 ناقص 100 يدي، يبقى المسافة دي كلها 50 كده، المسافة دي 50. يبقى أنا جاي طالع أهو خمسين تمام. يبقى ادي كده 50. وانا زي ما انا مثبت المثلث، مش انت عندك المسافه دي 30 فاضي وبعد كده في خط تاني على 20 اهوت خلاص. يبقى انا سايب 50 اهو، هسيب 30 1 2 3 واقوم جاي اعمل الخط بتاعي ايه؟ ال 20 بكل بساطه. بعد كده هطلع خط قائم الحته دي اللي هي 20 خلاص. انت كون انت هتعملها هترسم الريفيجن بس بمايك بزاويه 30. بعد كده هترجع الشويه دول. طب الشويه دول قد ايه؟ صلي على حبيبك النبي، اللهم صل على النبي. عندك هنا من اول المنطقه دي لحد هنا لازم نشوف البعد هنا كام. الحته دي كده
غير ان الحته دي بعد عندك هنا كام؟ 30. يبقى من اول ان هو كده لحد هنا 30 اهي تحت اهو، الشرطه دي بعد فوق مدورك تحت في البلان اهو، يبقى عندك 30 اللي هي هنا الحته 30 دي ناقص 100، يبقى انت عندك الحته ديت باقيه كام؟ 70. يبقى من اول هنا لحد هنا 70، يبقى انا همشي كده 70، اخش جوه كده 70. فانا هروح جاي رايح جايب من النقطه دي كده 70 واطلع الشوية دوت. الشوية دوت كام؟ مش انت عندك الشوية دوت 20، يبقى الشوية دوت 30 لان هي كل 4 ده كانت 50، يبقى 20 ناقص 50 تديك 30 الحتة دي. فانا اروح جاي طالع بخط كام ايه؟ 30، اروح جاي موصلهم ايه؟ بعد كده. فانت كده رسمت الريفيجن اهوت، بس ناقصك بقى لما اجي الانفردي. بكل بساطة هتجيب زاوية 45، مثلث 45 تمام؟ اجيب المثلث، جبت مثلث بزاوية 45 اهوت تمام؟ وانت عندك هتروح جايب بكل بساطه شفت الخط ده اهو، هترجع المثلث بتاعك ورا شويه تمام، وتروح جاي على المثلث بزاويه 45 كده تمام، عامل خط كده خلاص، وتروح جاي قلب المثلث بتاعك ورايح كده عليه زاويه كام؟ 45 كده. طيب حلو. وبعد كده هو جه قال لك هنا على ارتفاع 10 الخط ده اهو، انك هنا اهو على ارتفاع كام؟ 10 هنا تمام، سهم 10. فانا هروح جاي عمودي على الخط ده كده ورايح ايه؟ واخد نقطة كده على ارتفاع 10 عمودي بقى، وتروح جاي عادي بكل بساطة كده موصلها كده. طب كده انت عملت الايه؟ المجرى بتاعتك بكل بساطة تمام؟ بس كده رسمنا ايه؟ ابدا بقى امد الجسم بتاعي اشوف عرض المسقط، عرض بقى شفت الجزئيه دي كلها، اجيب بدايتها هلاقي بدايه الخط ده، اجيب نهايتها هلاقي نهايه الخط ده خلاص. فبص الاقي عرضها العرض كام؟ 50، يعني الجسم بتاعي كله من فوق عرضه 50 خلاص، فهمد الفيجن بعرض 50 خلاص. هقوم جاي بكل بساطه رايح هنا كده، رايح راسم ايه؟ بعرض 50، بعرض 50 تمام. نفس الجسم بتاعه تمام، ورايح بعرض ايه؟ 50 من الاخر هنا تمام. هرجع بقى في الجسم بتاعك بره بقى، وعايز حاجه ان دايما واحنا بنرسم كده من فوق البلان ومن هنا السايد فيو ومن هنا الالفيجن، دايما بيكون الالفيجن عباره عن زاويه 30 كده في خط قائم، يبقى الالفيجن بيبقى خط قائم وزاويه 30 ايه؟ يمين، ده ايه؟ الالفيجن. وتبص تلاقي ان السايد فيو دايما بيكون السايد فيو ده زاويه 30 شمال في خط قائم برضه، يبقى السايد فيو بيكون ايه؟ خط قائم في زاويه 30 شمال، دي خطوط السايد فيو. تيجي تبص على البلان من فوق هتلاقي عباره عن زاويه 30 كده في زاويه 30 كده البلان، يبقى البلان دايما زاويه 30 كده وزاويه 30 كده. فعشان ما تجيش تكون بترسم في البلان وتروح راسم مثلا خط قائم ما ينفعش خلاص، فخد بالك من الاساسيات دي لازم تمشي بيها بيزك. طيب بعد كده عندك في ويب في النص، في نص الجسم في ويب تمام. الويب ده لقيته ماسك في نص الجسم كده في السنتر كده، انك بعد انك العرض بتاعه 10، فانا اجي اشوف دي كام؟ دي 50، نصها كام؟ 25 كده، 5 هنا و5 هنا نفس الكلام برضه، شوف دي كام؟ 50، 25 نصها 5 هنا 5 هنا، تروح جاي راح ايه؟ موصلهم ببعض كده بكل بساطة كده، ده ايه؟ الويب تمام. هتلاقي عندك هنا انت وانت باصص من هنا لازما الويب يفصل مع الجسم الاساسي، يعني ده جزء تاني فلازما يفصل بخط كده تمام. فالخط ده هيكون يترسم بكام؟ بزاويه 30 برضه اهوت، ترد كده بزاويه 30 بالشكل ده كده، انت كده هتلاحظ ان هو ويب. لو انت لاحظت شفت الخط ان هو ورا ده اهو، الويب غطى عليه، فالخط ده هيتمسك عشان مش هيبقى موجود معاك وانت راسم ايه؟ الايزومتريك، مش هيبقى موجود خلاص، الويب مغطى عليه. طيب حلو. في حاجه بقى عايز اقولك عليها،
كل نقطة في المنظور لازم تطلع بثلاث خطوط. بص كده على الحيطة عندك فوق في الزاوية كده، هتلاقي طالع ايه 3 مستويات، السقف وحيطة يمين وحيطة شمال. أي زاوية في الدنيا لازم يطلع منها 3 مستويات أو 3 خطوط. تبص هنا تلاقي ادي خط، ادي التاني، ادي التالت. تبص هنا تلاقي ادي خط، ادي التاني والتالت من ورا رايح ورا كده داش. تبص هنا تلاقي ادي خط وادي التاني ناقصك خط، تمام. طيب الخط ده هو بزاوية 30 كده، والخط ده المفروض قائم بس 100، هو جبرك 145، يبقى الخط التالت ناقص، يبقى الخط التالت اللي هو ناقص زاوية 30 شمال. فانا راح جايب مثلث مودي الجسم بتاعي هناك كده بزاوية 30 ايه شمال كده. انت فاهم؟ شوف بقى اتوقعها ازاي، تحس ان هو منظور 3D. تيجي تريح هنا بقى تلاقي عندك 3 خطوط، ادي 1 2 3. الوحيد الحاجة الوحيدة ان انت ممكن تلاقي في 4 خطوط هو الويب. يعني تبص على الويب بتاعك من هنا تلاقي ادي خط، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع. طب تيجي تبص هنا برضه ادي خط، ادي التاني، ادي التالت، ماشي، ورابع نازل لتحت من هنا كده من الزاوية من تحت كده. الويب الوحيد اللي ممكن تلاقي 4 خطوط منه، تمام. ساعات في ناس بتمسح الويب من هنا كده وفي ناس بتسيبها عادي، تمام. بس انا افضل انك تسيبها عشان تحس ان هي فاصل وده الجسم بتاعك. حتى في البرامج الصور بيبقى واضح لان هي مبيبقاش الويب مقفل عليها بالظبط، تمام. وده الكلام ده انت هتاخده وانت بتتعلم من السوليد وورك. طيب بعد كده كل اللي ناقصك بقى انك ترسم ايه الاسطوانه بتاعتك دي من فوق في البلان من هنا كده. طب إيه في البلان؟ اه من فوق ترسم الاسطوانه. عشان ارسم الاسطوانه انا اتفقت ان انا طول ما انا هرسم الاسطوانه ان اللبس بتاعي دلوقتي هرسمه فين في البلان. طب انا عندي دلوقتي عايز محورين، ادي المحور اهوت، اتفقنا ان احنا بنرسم في البلان زاويه 30 يمين وزاويه 30 شمال، واقوم جاي من النص كده منصف المسافه بتاعتي اهي 25، واروح جاي ايه عامل محور تاني زاويه 30 ايه يمين. ومن هنا هعمل اللبس بتاعي نص دايرة. طبعا اللبس بتاعك هو بيبقى كام؟ نق 15، يبقى انا همشي، يبقى انا هعمل 15 يمين و15 شمال. ادي 15 فوقه وادي 15 هنا، ادي 15 هنا وادي 15 هنا. طيب حلو، تروح جاي عامل ايه معين، تروح جاي عامل ايه معين، جاي عامل ايه معين، تمام. طبعا انا شرح الاجبس في فيديو تاني منعزل لوحده، تمام. بعد كده هبص الاقي ان انا ظهر عندي زاويه منفرجه وزاويه حاده، خلاص اروح ارتكز بالبرجر بتاعي في الزاويه المنفرجه بالشكل ده كده، زاويه منفرجه ارتكز في قصادها واعمل ايه بيضاوي يلمس من الزاوية دي للزاوية دي كده. تمام، ادي ادي النص ده، انت مش محتاج تعمل هنا، انت عايز بس دلوقتي ناقص بقى عايز تقفل الدايره بتاعتك هنا كده، عايز تقفل الدايره هنا، خلاص يبقى الدايره بتاعتي هتطلع من النقطه دي النص قوس اللي انا عايزه او ربع قوس وهينتهي عند النقطه دي. فهروح جاي رايح ماسك النقطه ده اهي موصلها بالحته المنفرجه اللي قصادها بالشكل ده كده، خلاص كده. وهتيجي تروح جاي ماسك النقطه اللي هينتهي عندها الكيرف هنا اهي النقطة ده اهي، وتروح جاي موصلها بمفرجة الجهة التانية. طب انا اجي بعمل كده عشان عايز اوصل للنقطة دي بس، نقطة التقاطع ده عشان ارتكز فيها واعمل ايه بقية البيضاوي، مش محتاج ان انا اعمل خط كامل اصلا. بس اروح جاي رايح عامل كده قافل البركج بتاعي لحد ما اوصل للنقطة دي كده، وهبص اجوم تقاطع الاتنين مع بعض. لو هما ما تقطعوش مع بعض الاثنين عندك، تتحرك بس حوالين النقطة دي لحد ما تجيبها. بعد كده بكل بساطة هتروح جاي ماسك الحتة دي لأن ده هوا، ده فعلا هوا، وأنت باصص في البلان ما أنتش شايف خط هنا، ده محور بس، تمام، ده مش خط سنتر لاين. بعد كده هتنزل قائم من هنا اهوت ببعد الجسم كله اهوت بالشكل ده. ناقصك بقى أنت تقفل نص دايرة هنا كده بالشكل ده. فانا مش مضطر ان انا اعمل الجبس تحت والخطوات دي تاني، انا كل اللي انا هعمله ان الخطوات العامه.
مش انا ارتكزت هنا وعملت القوس ده خلاص، اقوم جاي ناقل النقطة دي على بعد 50 تحت اهو بالشكل ده كده، على بعد 50 تحت. مش معنى 50 لان انت عندك ان ارتفاع ان السايد فيو 50، تمام؟ طب ما انت لما كنت عملت الايجرس ده كنت عامله في اخر حته من الجسم من فوق اهو، في اخر حته من الجسم من فوق. ما انا لما جيت عايز اعمل التيرتات هنزل اقل، يعني اقل حته تحت بدايه الجسم من تحت، محتاج ان انا انزل 50، يبقى انا اخد نقطه العمل وانزل بيها 50 عشان ابدا اعمل الدايره تحت، واروح جاي رايح راكز اخد مقاس البيضاوي من فوق تاني، او ممكن اختكس في نقطه على طول واخد رفت عن حد ما تلمس بدايه الجسم من هنا اللي انا عايز اعمل عليه الشكل بتاعي كده، وتروح جاي عامل ايه الكيرف بتاعك. ممكن تنقل، مش محتاج انك تنقل الدايره للنقطه الثانيه، لان انت حتى لو نقلت النقطه الثانيه على بعد 50 مش هتجيب معاك حاجه، هترتكس فيها تمام. بص جاي ما لهاش لازمه اصلا، بس انقلها برضه عشان تبقى خطوات عمل، هما بيحبوا خطوات العمل ديت اللي بيصححوا اهو. بص جاي فين يا دوب، مش باينه اصلا، ما انتش محتاجها، مش هتستخدمها. الواد ده اكتشاف كده. انت خلصت ده بقى، تمسك الحته دي كده، لان وانت باصص من فوق انت شايف ان ده هوا كده، كل دي اسطوانه هوا كده. اتمنى تكونوا استفدتم ويكون الدرس بسيط عليكم، وان شاء الله نبدا نتقابل في فيديو تاني ان شاء الله.